كتبت رحمة الناس عليك، كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما. فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجب، ما لي عمل يصلح للعرض علي، ما لي عمل يصلح للعرض عليك، بل صار عدم فارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن ذل قدم يا رب. الله الله، اسمح لي، بدنا نسمع من البفل كمان الصوت من المونيتور تبع الصوت كمان هيك حتى نطرب من الجانبين. أكيد. يلا تفضل. ما لي عمل يصلح للعرض عليك، مالي عمل يصلح للعرض عليك، مالي عمل يصلح للعرض عليك، بل صار عدم فارحم ذلي ووقفتي بين يديك. مولاي ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي، ما لي سواك لكشفي الضر يا سندي. مولاي ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي، ما لي سواك لكشفي الضر يا سندي. حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، أمرغ الخد في الأعتاب لن أحيدي. حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، أمرغ الخد في الأعتاب لن أحيدي. مولاي جد بالرضا والعفو عما مضى، مولاي جد بالرضا
لقد أتيت ذنوبا أتلفت جسدي ساء المصير إذا لم تنجني أملي 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 أطال المدى فأغثنا منك بالمدد طال المدى فأغثنا منك بالمدد ساء المصير إذا لم تنجني أملي ساء المصير إذا لم تنجني أملي أطال المدى فأغثنا منك بالمدد طال المدى فأغثنا منك بالمدد دع بالتوسل حاشا أن تخيبني دع بالتوسل حاشا أن تخيبني علي أرى من حكى أشفي بها 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 كبدي دع بالتوسل حاشا أن تخيبني دع بالتوسل حاشا أن تخيبني لم يبق لي جلد يا رب ترحمني لم يبق لي جلد يا رب ترحمني أنا المسيء وأنت المحسن الأبدي دع بالتوسل حاشا أن تخيبني دع بالتوسل حاشا أن تخيبني يا لمن بالخفايا إنني تالف رحمة يا من جاء راجي خذ بيدي. الله 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 الله. هي بتركب هون صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلى الله عليه وسلم. تركب سيدي ايه سمعنا يا سيدي هيك لو المطلع. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه وسلموا لنا يوم الزحام بما أتاكم فعملوا وعن طريقه سلوا بما أتاكم فعملوا
وعن طريقه سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي يا رب إكرما لمن جعلته مكرما يا رب إكرما لمن جعلته مكرما صلي عليه دائما وآله وصاحبه صلي عليه دائما وآله وصاحبه. سليما الله يبارك. شكرا جزيلا. سلمكم. نحن عم نطلب بدون تحضير لمعلوماتكم يعني. شو الله بيفتح علي بطلب. وهني كرماء. الله يسلمك. وكمان في لما بيكون الإنسان مكين في موضع علم لا يخشى من أي سؤال أو أي مفاجأة. ما شاء الله كان. شكرا. حياكم الله.